لأن تحملت الكثير صراحة، لأن الميدان الفني صعيب، ولولاها لما تفرغت بجدية للميدان ولما يعني حققت ما وصلت إليه. لعبت الدور ديال الأم والأب في نفس الوقت، الدور والأب، ولكن الأب الآخر كاين تا هو. لا لا هي الا ما حطيتي شيء ما كحبتي شيء راه ما يمكنش، لأن دادا ولكن كتلقى السند اللي هي المرأة.